بنرحب بحضراتكم في آخر فقرتنا النهاردة، واللي هنتكلم فيها عن الإنسانية في النفس البشرية، وإيه المواصفات اللي تبقى موجودة في الشخص عشان نقدر نقول إنه ده إنسان. ساعات كتير بنشوف أشخاص عادي شكلهم بشر، ولكن تصرفاتهم مختلفة تماماً عن تصرفات البشر، بيبقى عندهم أسود قلب أو تصرفات غريبة ومنافية خالص للإنسانية. عايزين نعرف كمان هل الرجال أكثر إنسانية ولا الستات؟ هنشوف ده مع ضيفتنا دكتور رشا الجندي، أستاذ علم النفس والخبيرة النفسية. أهلاً وسهلاً بك يا دكتور. صباح الورد. أهلاً بك يا دكتور، ومنورانا دايماً. ويمكن من أيام أنت أعلنتي تدشين مبادرة إنسانيات كمحطة مهمة من محطات رسالتك، وهي أطول رسالة سلام للعالم، واتكلمنا عنها قبل كده في صباح الورد. إيه العلاقة ما بين الإنسانية والسلام النفسي؟ الإنسانية والسلام النفسي الاتنين عاوزين يوصلوا لنفس الحاجة، يعني عايزين يريحوا الإنسان نفسيا فيعيش في هدوء ويعيش بطمأنينة ويحس بطعم للحياة من غير حروب، من غير عنف، من غير ما يحس بإهانة، يحس إن هو إنسان. فلو انت عندك شعور بالسلام النفسي ده هتتعاملي مع الناس بإنسانية، ولو انت اتعاملتي بإنسانية مع الناس ده معناه ان انت من جواكي حاسة بالسلام النفسي. عشان كده لما جت الأستاذة أميرة همام، هي صاحبة فكرة مبادرة إنسانيات، لما جت عرضتها عليا، انت عارفة انا أطول رسالة سلام من 2002، بقالها 16 سنة دلوقتي، ولفيت بيها اكتر من دوله بره، وكان اخرها ماليزيا لما قدمت البحث بتاعي وكنت معاكم هنا في صباح الورد. والريدي انا اطلقتها من مصر، يعني طلعت بيها من مصر لفيت بيها كذا دوله، وبعدين رجعت بيها دلوقتي لمصر بانسانيات. الحلو في المبادره ان هي بقى عاوزه تقدم بحاجات على ارض الواقع، يعني احنا دايما نطلع حتى نتكلم مع بعض كلام نظري للناس، الأبحاث والكتب والحاجات اللي بقدم من خلالها رسالتي للسلام، مش أي حد يعني بيقرأ كتب وكده، لكن لما تقدمي رسالتك من خلال الدراما مثلا فدي بتأثر جامد في الناس. لما تقدميها من خلال الدراما فيها أعمار عمرية مختلفة، فيها أطفال وفيها شباب وفيها كبار في السن، فئات عمرية مختلفة، فئات عمرية مختلفة، فانت بالتالي بتبداي توصلي رسالتك بطريقه غير مباشره. اساس الانسانيه ايه؟ ان انا اتعامل معاكي كانسان، سواء انت ظالمه او مظلومه، سواء انت مدانه او بريئه، اتعامل معاكي كانسان. مش من حقي ان انا اهينك، ومش من حقي ان انا اعذبك، مش من حقي ان انا اضربك، ده حتى بيقولوا للام مش من حقك ان انت ترفعي ايدك على ابنك وتضربيه، لكن من حقك ان انت تعلميه وتربيه بطرق مختلفه. صح. زي التجاهل، حتى ده يبقى وسيله عقاب ليه يعني. فهو ده اللي عاوزين نوصل الناس فيه، يا جماعه خلي عندكم انسانيه، ما تتعاملوش كويس مع الناس اللي انتوا عندكم معاهم مصالح مشتركه بس، او تتعاملوا كويس مع الناس اصحاب المناصب واصحاب الفلوس بس. صح. او الناس اللي انتوا بتحبوهم بس، لا، عامل الإنسان كإنسان، سواء هو غني أو فقير، سواء هو قريبك ولا مش قريبك، يهمك أمره أو ما يهمكش أمره، هو متفق معاك أو مختلف معاك. يعني في ناس مثلا بحد ديانة تانية مختلف مش ديانتها، فبيعنفه وبيعنده وبيتعامل معاه كإنسان لمجرد أنه مختلف معاه في الديانة، كأنه مخلوق من حاجة تانية أصلا، تانية خالص. واحد مثلا حد غلط، حد يعني عمل تصرف مثلا مش لائق، اتفضلي بقى شوفي ايه. ازاي لو في حد غلط في حقك او كان عنيف معاكي او جرحك، تبقي محتفظه بانسانيتك في التعامل معاه؟ انت عامليه كانسان، انت ما ترديش العنف بالعنف. انت في انا بشوف ان التجاهل، وان انت لو كويسه لمجرد ان انت تبعدي من حياه اللي قدامك فهو بيخسرك وبيعرف قيمتك لو انت كنت كويسه معاه بجد، لكن ده مش معناه ان انا هخلي الناس يعني يهنوني او يمدوا ايديهم عليا، مش معناه كده، بس على حسب كل علاقه، يعني مواصفات كل علاقه ايه، هو مين وايه الموضوع. طيب انا كنت عايزه اعرف ايه اللي يخلي شخص
يفقد إنسانيته ويفقد مشاعره وما يبقاش بني آدم مع الناس اللي حواليه، ولا يفكر إن هم بيشعروا وإن هم بيتألموا وإن ممكن اللي بيعملوا ده يجرحهم، وبيتمادى هذا الشخص لدرجة إنه يوصل لإنه يبقى مجرم. الضغوط، الضغوط هي أكبر عدو للإنسانية للأسف. إيه اللي ممكن يخلي الواحد يفقد إنسانيته؟ بصي، كلنا بنتولد على الفطرة، كلنا بنتولد فينا الخير وفينا الإنسانية، تمام؟ كل واحد فينا بيمر بظروف في الحياة، زي الفقر، زي البطالة، زي الفقدان العاطفي، انك تفقدي انسان غالي عندك، حاجات كتيرة انت نفسك تحققيها ومش بتتحقق. هنا بقى احنا بنختلف بقى، حد بيقدر يقاوم الضغوط دي ويحافظ على انسانيته، ودول بيبقوا قليلين جدا. الاغلبية من الناس بتتحول شوية، بس بعدين الاصل بتاعها بيرجعها، تلاقيها قاسيه شويه بس بترجع حنينه، لان هي نوع من انواع الرفض يعني يا دكتور. بالظبط، في صراع، عايزه تكون كويسه بس الظروف اللي حواليها، هو عايز يكون كويس مع الناس، بس هو شايف ان هو لما بيبقى كويس الناس دول اصلا بيستضعفوه. طب عايز يبقى كويس مع الناس، بس شايف ان هو لما بيبقى كويس مش بيتعاملوا، يعني هم مش بيعاملوا كل الناس كويس، هم بيعاملوا بس اللي عندهم ليه مصلحه، فبيفضل في صراع. والنوع الثالث اللي هو الأضعف، اللي الضغوط على طول بتضعفه، بتحوله لكائن تاني خالص، وخصوصا بقى لو تعرض لصدمات متكررة في حياته وما كانش متقوي نفسيا من جواه، إزاي يتعامل مع الصدمات دي من غير ما تأثر في إنسانيته يعني. عشان كده دايما أقول يا جماعة، لما تلاقوا حد فيه الخير وفيه نقاء وفيه صفة حلوة، بلاش تضغطوا عليه زيادة، خلوه يحافظ على الجزء الحلو اللي باقي. وبلاش التريقة على طبته كمان يعني. بالزبط. الناس بتتريق على الشخص اللي هو بياخد الامور ببساطه او بيسيبها على ربنا، لا بيتريقوا عليه الناس. يقولوا عليه ساذج، يقولوا عليه يضحك عليه بقى، ناكل بعقله حلاوه ونستغله. ازاي الانسان الطيب ده يحافظ على نفسه من اللي حواليه اللي بيفكروا بالطريقه دي؟ ما هو يعني سوري في الكلمه، عارف. في ناس تقول لك ايه، انا عشان يعني المرادف بتاع اهبل طيب. طيب قوي على فكره، بس هو قصده في الاخر يقول له ايه، انت يعني اهبل ممكن يضحك عليك يعني. ما هو بصي، هي الضغوط دي يبقى عارف ان هي عدو وعدو لانسانيته، ويبقى عارف ان هو هيفضل مدى الحياه في الصراع ده. هو شطارته بقى يحاول على قد ما يقدر ان هو يبعد عن الناس اللي بتفكر بالطريقه دي، يحاول يكون مع ناس فيهم الخير. يعني عارفه لما تتعبي كده شويه في الدنيا، فايه تقولي انا تعبت، انا عايزه اروح اتعامل مع اطفال. ليه بنلجا للاطفال وبنرتاح نفسيا معاهم؟ عشان هما بيور انرجي، طاقه خالصه يعني. وطبعا بيضاء. ده مش معناه ان الناس بقى كلها وحشه يعني. لا، في ناس كويسه وبتقدر، بس احنا نحاول نستغل الفقره دي ان احنا نقدم رسالتنا للناس. يا جماعه، ما تلاقوا حد فيه الخير ساعدوه على كده. احلى رساله واحلى ختام ان احنا بنقول لما تلاقي حد فيه الخير ساعده على ان الخير ده يفضل جواه. لما تلاقي جواك الخير لازم تفضل متمسك بيه جدا، مهما قابلت من ناس قاسيه او ناس بتحاول ان هي تغير جوهرك. بنشكرك شكرا جزيلا، ضيفتنا دكتور رشا الجندي، استاذ علم النفس والخبير النفسيه. صباحك صباح الورد. صباح الفل. بشكرك يا دكتور رشا على وجودك معانا. صباح الورد عليكي، وصباح الورد على كل اللي تابعونا النهارده. دي نهايه الحلقه، استنونا بكره والى اللقاء.